السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شباب. جينا لكم بعد طويل في اللعبه. اليوم ان شاء الله راح اوريكم افضل اعدادات سكوب لبابجي موبيل. طبعا انا شفت تقريبا كل اعدادات اليوتيوب المشهورين. تقريبا هذه الاعدادات اللي بوريكم هي يعني مشابهه مع الاعدادات، يعني نفس الاعدادات بس مغيرين اشياء، بس بوريكم الاعدادات الاحسن. يلا نبدا على بركة الله. ندخل على سنسيتيفيتي. طبعا الكاميرا مهم، هذا تشوف الابتدات يعني متعلقة بسرعة الموس اللي عندك، كذلك هذا اما سكوب 2 تخليه على 15، ريد دوت تخليه على 20، سكوب 4 على 6، سكوب 3 على 6، سكوب 6 على 4، سكوب 8 على 4. سنسيتيفيتي ادي اس، طبعا هذه متعلقه كذلك بسرعه الماوس، بس يستحسن تخليها اقل من 40، يعني افضل شيء 20، مهم حسب الماوس، حسب الماوس اللي عندك. وهون سكوب 2 تخليه على 17، ريد دوت 20، سكوب 3 6، سكوب 4 6 كذلك، سكوب 8 و 6 تخليهم على 4 بعد كذلك، قلنا هذا على حساب الماوس. جيروسكوب يعني مثله مثل الكاميرا، يعني تخلي الريدوت على 20، سكوب 2 على 15، سكوب 4 و 3 تخليهم على 6، سكوب 6 و 8 تخليهم على 4. طبعا يا شباب هذه افضل اعدادات سكوب، ان شاء الله راح تعجبكم هذه الاعدادات. طبعا اعدادات خرافيه تجيب بها كويك سكوب ونو سكوب. استنى نغير شوية والام فور، هذا بدون ما ارجع شلاتة، اذا رجع شلاتة يعني يصير مثل ريد دوت. شوف شوية شباب كيف الاعدادات، اعدادات خرافية بصراحة. إذا أعجبتكم هذه الإعدادات يا شباب وأعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله وفي شرح جديد أو جيم بلاي جديد إن شاء الله.